ناس كتير من اللي شغالة في تجارة العربيات لما بقابلهم بيتحدثوا عن سيارات كثيرة موجودة في الجمارك ما بتدخلش، وابتدينا نسمع كلام انه الاوفر برايس رجع تاني. ايه الحكاية وايه الموضوع؟ ليه العربيات ما بتدخلش من الجمارك؟ الاستاذ خالد سعد امين عام رابطة مصنعي السيارات، اهلا بيك يا فندم. يتحدثوا عن سيارات بعشرات الآلاف، لما الناس التجار أو الوكلاء يسألوا يتقال لهم أن هناك في مشكلة في السيستم، حاجة في السيستم بتاعت إدخال السيارات هي دي اللي عاملة مشكلة، وعاملة مشكلة للعربيات اللي هتدخل. في ناس كتير كانت مستنية أنها تستلم عربيات، إيه الحكاية؟ الأستاذ خالد سعد مرة أخرى أمين عام رابطة مصنع السيارات، أهلا بيك يا فندم. اهلا يا عم بيه، اهلا بحضرتك، اهلا بالمشاهدين. في عربيات متكدسة قد إيه وإيه السبب؟ والله بص، هو في حوالي 13,000 سيارة موجودة في المواني المصرية بسبب موضوع إن كان في دخول للسيارات دي قبل كده عن طريق إن السيارات دي بيتم شحنها لمصر كدخول للمناطق الحرة، وبعد كده يتم الإفراج عن السيارات دي عن طريق الأفراد بأسماء أفراد أو بأسماء أشخاص. فطبعا ده كان بعد ما حصل ان بعد ما حصل ان وقفوا التسجيل المسبق اللي هو دلوقتي وزاره الماليه، مش عايزين نقول وقفوه ولكن نقول ان في عطل في السيستم، فبقى دلوقتي ما فيش اي عربيه تقدر تخش الا عن طريق التسجيل المسبق، فبالتالي كل العربيات المكدسه في الجمارك مش عايزه تخش، لان كانت بتخش قبل كده عن طريق الجمارك عن طريق دفع غرامات. كانت العربيات بتيجي تتخزن في مناطق الحرة لا على أساس يعني إنها استاذ جاية. خالد، يعني ايه عطل؟ يعني ايه عطل في السيستم يعني؟ يا استاذ خالد، ما هو يعني ايه عطل يقال في كده يا السيستم؟ عم يعني بيه. الجهاز اللي يعني مش فاهم حكاية العطل في السيستم دي يعني ايه؟ بص يا عم بيه، دلوقتي احنا بقى لنا شهر ونص كل ما نحاول ناخد اي رقم الاي سي اي دي اللي هو التسجيل المسبق عشان نقدر نبعته للشركات المصدره عشان نقدر نحطه على الفواتير والشحن وفواتير الشحن، يتقال ان في سيستم عطلان مش شغال، فاحنا دلوقتي مش عارفين نستورد عربيات، مش عارفين نستورد اي حاجه، لان التسجيل المسبق موقوف بقاله اكتر من شهر ونص. لا لا يا استاذ خالد، يا استاذ خالد، السيستم ده يعني في جهاز عطلان، في سوفت وير عطلان، ولا يعني ايه عطلان؟ ما انا مش فاهم الحكايه دي اصلا. بص يا عم بيه، هو دلوقتي كان الاول، دلوقتي حضرتك اي شركه بتحب تستورد اي منتج لازم الاول تبعت لوزاره الماليه، وزاره الماليه تديك رقم، انت الرقم ده بتبعته للشركات المصنعه او الشركات المصدره عشان تحطها لك على المستندات. احنا دلوقتي كل ما نحاول نطلب رقم من المسبق ده، تسجيل مسبق، يتقال لنا ان السيستم مش شغال، احنا عندنا مشكله، انتظرونا شويه لما السيستم يشتغل. هو بشكل ما هو انه يعني عطلان، لكن في مضمونه هو مش عطلان، هو نوع من انواع الضغط على المستوردين في ان هم ما يستوردوش عربيات كامله الصنع علشان خاطر التوفير من فاتوره الاستيراد. فبالتالي العربيات مكدسه في المنطقه الحره. يعني هي الدوله بتحاول ترشد خروج الدولارات علشان العربيات. مظبوط كده حضرتك، ده المنطق المظبوط، ان هو يحاول يرشده من خروج الدولار للسيارات كمال الصنع، ومنها توصيل الصناعه المحليه، يعني احنا نبتدي بقى ايه نشتغل على الصناعه المحليه بدل ما نستورد عربيات كمال الصنع. طب هل ده مأثر على اسعار العربيات في السوق؟ طبعا دلوقتي كل العربيات اللي كانت موجوده في السوق بدات الاعداد اللي كانت موجوده بدات تقل، الاستيراد طبعا عشان ما بقاش موجود، الاستيراد الاسعار ما بقاش موجود، فالاسعار بدات تزيد. دلوقتي بدا نسمع الاوفر برايس تاني، بدأ نسمع ان العربيات مش موجوده، بدات المعارض تسحب العربيات اللي كانت موجوده في الشروم بتاعتها في المعارض بتاعتها وتخزنها في اماكن تانية عشان تروح انت تلاقي العربيه مش موجوده. فبدانا نرجع لنفس المشكله اللي كانت موجوده من قبل شهرين، ان العربيات زياد اسعار زادت، الاسعار هتبدا تزيد، الاوفر برايس هيبدا يرجع تاني. طيب ايه اقتراحاتك للحل يا فندم؟ اقتراحاتنا يا باشا، احنا دلوقتي احنا لازم يعني لازم يكون في
وضع معلن، لازم دلوقتي يبقى تقال لنا ايه الموضوع. يعني احنا النهارده كشركات او كمستثمرين احنا عندنا صناعه محليه، احنا لازم نهتم بيها وان احنا ندعمها ونوطن صناعتنا ونعلي من نسبه المكون المحلي ونبتدي نشتغل، ولكن في نفس الوقت ما اقدرش اقفل على السيارات المستورده اللي بتيجي من بره، لان في اتفاقات دوليه وفي اتفاقيات مع شركات وفي اعتمادات مفتوحه وفي تحويلات تمت. النهارده ما ينفعش ان احنا يبقى الاقل يدي لكل شركه من الشركات اللي بتستورد شريحه تقول والله انت تقدر تستورد من هنا لاخر السنه عدد معين من السيارات، اشتغل عليها، بس في النهايه لازم على نهايه السنه تكون نقلت نفسك من المنتج المستورد كامل الصنع الى السيارات المصنعه محليا. يبقى عندك فرصه، لكن انت النهارده عمال القرارات كلها خارجه بتبقى من نوع من انواع ان هو ايه ده خلاص ده قرار وصدر، بس احنا مشكلتنا ان احنا عندنا اتفاقيات وعندنا عقود وعندنا فلوس متحوله وفي اعتمادات مفتوحه، فلابد ان احنا لازم يكون الوضوح موجود والدنيا واضحه لكل الناس عشان نعرف نشتغل عليه، عشان ما يبقى السوق ما يتضوش مننا والمستهلك المصري يشعر. يعني اللي معاه عربيه دلوقتي ما يفرطش فيها، يعني نرجع تاني نقول نفس الكلمه، اللي معاه عربيه ما يفرطش فيها. اللي معاه عربيه دلوقتي ما يفرطش فيها يعني. طبعا الاسعار عماله تزيد تاني وهتزيد تاني. عظيم. الاستاذ خالد سعد امين عام رابطه مصنعي السيارات، بشكرك شكرا جزيلا.